نهاركم سعيد. من الملاحظ انتشار محلات العطارة والمنتجات الطبيعية في مدينة الغردقة، وأيضا هنشوف أنه كتير من السياح بيقبلوا على شراء هذه المنتجات التي أصبحت سلعة في متناول أيدي المصريين والأجانب. سبب انتشار محلات العطارة في الغردقة سبب في قبول جيد جدا عليها من السياح، وبيشتروا كتير من هنا الحمد لله. ليه؟ لأنه بيستخدموا الحاجات دي بالنسبة لهم نادرة الحاجات دي بالنسبة لهم. بيجي الواحد أول مرة مثلا يشتري الحاجة دي، فأنا بجربها بالنسبة له غريبة، فربنا يكرم الحمد لله، فيعني بتزبط معه وبيخف الحمد لله. بيجي مرة إيه فعملت لنا مثلا دعاية حلوة، بقيت في أكثر محل في مصر في الغردقة، محلات كتير جدا، وفي معنا زبائن خاصة كل أسبوع مرة يعني يجي تاني الغردقة يجي تاني ويقول عايز الحاجات دي الحمد لله خفت معي وربطها والحمد لله. الأعشاب في كتير يعني زبائن مطلوبة، مثلا في نسبة شيات زي رجل الأسد ده حلو جدا للكوليسترول، وفي زيوت دي بنستخدمها تطلع من الإطار. الزيوت دي أكتر زيت يعني بنستخدمه يعني في إقبال شديد من الزباين، زيت حبة البرق إنه بفيد بفي جدا يعني في الشفاء يعني وفي كل الأمراض، وحلو جدا يعني. وفي حاجة كتير في بالنسبة للإطار، وفي بالنسبة للبهارات والفلافل والحاجات دي، إن في زبائن كتير يعني زبون يشتري أول مرة بتعجبه، بيشتري المرة الثانية بيشتريها لأصحابه، بيشتري هدايا يقول أول مرة أنا جربت الحاجات دي يعني عجبتني، فصاحبه يقول له أبهت لي معك أنا وجاي أنت جال مرة الثانية، فيجيب له ويشتري له. الإقبال الشديد على شراء المنتوجات العشبية والعطرية المصرية في مدينة الغردقة جعلها تباع بشكل معلب، ولكن أصل الحكاية موجود في مكان آخر. انتشار العطار في الغردقة بيرجع للسياحة والمصريين، بس السياحة أكتر، إن هي في بلدهم أغلى وهنا أرخص، ده المشكلة عنديهم، إن هم بيجوا هنا عندنا طبعا في هناك أغلى من هنا بكتير، فبيجوا هنا طبعا مصر طبعا هنا أساس يعني العطارة، ممكن يكون هناك مثلا في 4-5 أنواع مثلا بيستخدموهم، أما بيجوا هنا مثلا في أكتر من 25 نوع عطارة، وممكن يكون في أكتر من 30 نوع شايات. عشان كده هي دي الحاجة مثلا المفيدة أو الحاجة المهمة، إن هم عندهم يعرفوا إيه ده العطارة أو إيه اللي جوه. ممكن يكون في حاجة للستومك بس هم ما عندهمش، تمام؟ في مثلا حاجات انترستنج عندنا احنا هم ما عندهمش، هم عندهم كل حاجة مثلا استيراد تصدير، أما هنا عندنا لا، ده كله مثلا صنع يد، مثلا أنا بنجيبه مثلا احنا بنعمله عندنا هنا، ده منين احنا بتاعنا احنا. اما عقدة الخواجة موجودة عند الكثير من المصريين، واللي ما يعرفوش ان الخواجات انفسهم عندهم عقدة من المنتجات المصرية الطبيعية. احمد علاء الدين، نهارك سعيد.